صراعات داخلية بين ميليشيات ما يسمى بالدفاع الوطني في الساحل السوري تطيح بأحد أكبر قادة الميليشيا في جبله. فبعد أن عاث المدعو آيات بركات بمدينة جبله وريفها فسادا وسرقة ونهبا، تناقلت مصادر محلية أخبارا عن هروب بركات قائد ميليشيا الدفاع الوطني في جبله إلى لبنان وبحوزته ملايين الليرات، وذلك بعد دخوله بصراع مع ميليشيا الحارث في القرداحة والتي يقودها ابن عم رأس النظام بشار طلال الأسد، وتدخل الأجهزة الأمنية في المدينة لاعتقاله بأوامر من الاحتلال الروسي. مصادر محلية أكدت أن ميليشيا أسد الطائفية أغلقت مركز ميليشيا الدفاع الوطني في مدينة جبل بلاذقية واعتقلت سمو المنى نائب قائد المركز وصرفت الموجودين فيه من العناصر. المصادر ذاتها أشارت إلى أن هنالك أوامر روسية وجهت لفرع الأمن العسكري في اللاذقية بحل الميليشيات التي يقودها آيات بركات واعتقال قادتها على خلفية امتناعهم التطوع في ميليشيات أسد. إلا أن ناشطين أرجعوا ما جرى في جبله إلى خلافات بين أجنحة ميليشيا أسد الطائفية، فآيات بركات محسوب على آل مخلوف الذين أطلقوا يديه في المنطقة، وأراد نظام أسد على ما يبدو أن يقوم بتحجيم نفوذهم وكبح جماحهم، ولذلك قرر أن يتخلص من بركات. فقد قامت ميليشيات الحارث التابعة لبشار طلال الأسد باعتقاله منذ مدة قبل أن تطلق سراحه بعد أن وجهت له عدة اتهامات وإهانات، ما يشير إلى نيتهم التخلص منه.